كما لاحظتوا هذا الافطار الجماعي يعني جمع جميع الموظفين في المؤسسه حتى يعني بعض المرضى الموجودين في المصلحه. ان شاء الله في ميزان حسنات لجميع اللي ساهم، وان شاء الله هذه المبادره الحقيقه تكون تقليد على مستوى المؤسسه الاخرى. درنا هذا المبادره اليوم من اجل المرضى ومن اجل العمال في المستشفى. قمنا ب 260 وجبه 260 وجبه للمرضى وطلعناها لهم حتى ليسار تاعهم. اخويا الله يبارك ما شاء الله، جمعيه ما شاء الله، قايمين احنا وقاعدين في بلايصنا، كل شيء لحقنا الله يبارك، ربي يقدرهم ان شاء الله. كثر خيرهم، استكثروا خيرهم، ورب ان شاء الله يجعلها في ميزانات حسناتهم، والخير كاين ان شاء الله في البلاد.